أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. التقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، وذلك في إطار زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا. وبلغت معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر خطت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية محفزة ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، وفي ظل إرادة سياسية تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش، وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين. ولفتت جامع إلى أنه جرى دراسة إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا جديدا تضمن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، والتي شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وشهدت الصادرات المصرية لألمانيا ارتفاعا في قيمتها بنسبة 31% خلال عام 2021 لتصل إلى 848 مليون دولار، كما شهد التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعا بنحو 5.2% عن 2020 لتصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار في 2021. قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27 أن الانتقال العادل الطموح للطاقة يساعد على توفير الطاقة الخضراء المستدامة لكافة الدول. وأوضحت وزيرة البيئة في ختام جلسة الانتقال المستدام للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي عبر الفيديو كونفرنس أن الطاقة المتجددة رابط أساسي بين الأمن الغذائي والمياه. وأكدت ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 تسعى لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ والبناء على النجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ في المسارات المختلفة كالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل. وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها جلسة التداولات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 615 مليار و600 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9033 نقطة وأغلق عند 9112 نقطة مرتفعة بنسبة 8.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1745 نقطة وأغلق عند 1756 نقطة مرتفعا بنسبة 59%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى
2559 نقطة ليغلق عند مستوى 2580 نقطة مرتفعا بنسبة 79%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و97 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و34 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيه و58 قرشا للشراء و22 جنيه و72 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع. الريال السعودي سجل 5 جنيهات و2 قرشا للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع. ارتدت الأسهم الأوروبية عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب بفعل التوترات التي تحيط بإمدادات الغاز الروسي إلى القارة وسط هبوط الأسهم الإيطالية. وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية منخفضا بنسبة 1.6% متأثرا بخسائر الأسهم البنوك. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2% ليصبح متراجعا بنسبة 13.4% عن مستواه في بداية العام. ختام أخبار المال والأعمال.